هاد لو شابيتو هذا تحدث إثر مبادرة ديال واحد المجموعة ديال المتطوعين اللي ساهموا باش تبنى في ظرف واحد قل من أسبوع. بحال اللي كتشوفوا الطاقة الاستيعابية ديالو كبيرة باش يمكن يجيو الناس واخا يجيو بكثرة يديروا التحليل المبكر ديال فيروس كوفيد 19. الوغ التحليله اللي تنديرو هذاك سكون ابل لي كوفيوناج نازال. كاين بحال واحد بحال شكل لو كوتونتيج ديال الودن، كاين واحد لو بتي كوتونتيج اللي هو رقيق طويل اللي تنديروه في الانف، كنطلعو حتى للراس ديال الانف باش كناخدو واحد العينه اللي هي كتمشي كتفحص في لانستيتو باستور. معلوم كاين واحد العدد ديال المعطيات اللي تيعطيها لنا السيد اللي مشكوك في الحاله ديالو، اما تيكون عنده واحد لو كونتاكت مع شي واحد اللي بوزيتيف، ولا هو حس بواحد الاعراض اللي من ضمنها السعال، حرق الراس، السخانه، العياء المفرط. فكيتقدم هنا لهاد الوحده هذه ديال التشخيص، تتعمر واحد الورقه اللي فيها هاد المعطيات كامله واللي هي كترافق هذاك التحليله باش كتمكن لي ميدسان بيولوجيست اللي يشوفوا التحليله باش كيديروا واحد المقاربه ما بين هذيك العينه وما بين باش كيحس هذاك المريض باش تكون النتيجه 100% صحيحه. كاين اللي ظهر عليه الاعراض اللي كيتقدم من ديس لراسو للمستشفى، وبحال اللي شرحت لك الاعراض، سخانه، سعال، حرق الراس، الاعياء المفرط، بعد النوبات ما كيبقاش يشم، ما كيبقاش يتذوق الماكله، كما كاين ولا الاسهال، كما كاين الناس اللي هما دي كونتاكت ديال الناس اللي بوزيتيف، مثلا فرد من افراد العائله اللي مرض وكان بوزيتيف ويلي اوسبيتاليزي، هذيك العائله ديالو اللي هما لي كونتاكت كيجيو كيديروا التحليله باش كنشوفوا واش حتى هما انتقل لهم لو فيروس ولا لا، ولا الجيران، ولا مثلا ملي كيكونوا كيديروا نفس الخدمه في بلاصه وحده كيكون واحد لو كونتاكت. هادو هما الناس اللي كيتقدموا لهاد المحل هذا باش كيديروا هاد التشخيص. الوقت قصير، ما تتفوتش 24 ساعه، ولكن على حسب شحال ديال التحليلات مشاو في هذاك النهار لانستيتو باستور، على حسب الضغط اللي كيكون عند لانستيتو باستور، ولكن ما كتفوتش 24 ساعه. المريض اللي ظهر عليه الاعراض ولا الا عنده راديو ولا المسائل اللي كتكون كتاشر لنا بان راه كاين واحد الاحتمال كبير انه يكون بوزيتيف، كيجي تيدير التحليله ديالو، ما تنطلقوهش الى اوسبيتاليزي. الناس اللي مثلا ما تتكونش عندهم الاعراض، يلسون كونتاكت وجاو، هادوك الناس كيديروا كيرجعوا للجور ديالهم بين ما خرجت النتيجه، مي كيبقاو دايرين هذيك الكمامه ومعزولين.